الأسبوع الماضي شفنا بـ So You Think You Can Dance قمة بالأداء الثنائي بين راقصين ولعوا المسرح بالربع النهائي، رقصوا باحتراف، بإحساس، بجنون. كل كابل قدم رقصتين، أعضاء لجنة التحكيم أشادوا فيهم. You really touched me. أنتم اثنين you're my favorite couple. Consistency, consistency, consistency. الإحساس بتاعكم كان عالي جدا. أول مرة من أول البروجرام لهلا بشوف ياسمين مختلفة مع أنطوني مختلف. مصممين رقص وقفولن. جوا الجمهور زقفلن وبرا الجمهور صوتلن. بدل المرة اثنين. بالمرة الأولى وضع أربع راقصين بدائرة الخطر. ميليندا، ياسمين، بيير، وفا. بالمرة الثانية صفر العداد، جدد التصويت والنتيجة مبروك بيير، مبروك يا ميليندا. وياسمين ووفا خارج المغامرة، دخلوا كبار وخرجوا أكبر. تجربتي في So You Think You Can Dance كانت أحسن حاجة حصلت لي في حياتي، ومتضايقة جدا إني خرجت. كان بالنسبة لي خيال إني يكون موجود بSo You Think You Can Dance نسخة عربية، إن الناس تعرفني كوفا اللي بيرقص، يحترموا وفا، يحبوه لأنه بيرقص. والليلة ليلة التوب 6 ثواني، وبتبدأ سهرة النصف نهائي من So You Think You Can Dance. يلا نرقص. أهلا بكل مشاهدي الأم تي في، فوكس موفيز وقناة النهار بسهرة بتخطف الأنفاس من أول دقيقة لآخر ثانية. سهرة التحدي الكبير مع ستة من أفضل الراقصين بالعالم العربي. الليلة ليلة النصف نهائي على مسرح So You Think You Can Dance. يلا نرقص. توب 6 شنا من لبنان، محمد من مصر، ميليندا من سوريا، بيير من لبنان، كاريل من لبنان، وأنتوني من لبنان. هول هن الصبايا وهول هن الشباب، هول هن أفضل ست راقصين بالعالم العربي. رحبوا معنا بمقدمة برنامج So You Think You Can Dance. يلا نرقص، ريتا حايك. إذا مفكرين المشي بهالفستان هينة فكروا مرتي. شباب وصبايا كيفكم؟ غريب كيف عم تنقصوا، يعني من شهرين كنتوا 16 رئيس حوالي، بس الليلة بس ستة. مظبوط ستة، بس بقوة وطاقة 60 رئيس، وهيدا اللي رح تفرجونا اياه الليلة. أكيد تفضلوا. وما فينا نبدأ سهرة التألق بلا ما نذكر الشحرورة صباح الكبيرة بتواضعة، رمز الكرم والإنسانية. اليوم ودع لبنان الشحرورة اللي كانت وبتضل صوت الحب النقي وصدى لضحكة القلب. صباح منحبك. وقبل التحديات والرقص برحب بكل الموجودين معنا، وبخص بالذكر ضيوف لبنان اللي واصلين من مصر. بتمنى تمضوا معنا سهرة حلوة. ومنرجع لمنافسات النصف نهائي بـ So You Think You Can Dance. يلا نرقص. الأسبوع الماضي ياسمين ووفا ودعوا المسابقة بعد ما أدهشونا لأسابيع، والأسبوع الماضي أيضاً قدموا المشتركين رقصتين، وهذا اللي رح يصير الليلة مع التوب 6. أما تصويت الجمهور فبيتم على مرحلتين. تصويت المرحلة الأولى بيعطي الأمان لاثنين وبيحط أربع رقصين بدائرة الخطر.
أما تصويت المرحلة الثانية بيخلص شاب وصبية منهم، وهيك بينتقي الأربع راقصين للسهرة النهائية. أربعة وبس، وحدة تصويتكم بيحدد مين بيخوض التحدي الأخير بسهرة النهائيات. ولجنة التحكيم من جهتها مستمرة بدعم المشتركين للآخر، مستمرة بإعطائهم الدفع المعنوي والتوجيهات الضرورية. بس بهالمرحلة ما عندها دور باستبعاد أي رئيس. برحب بنالي كريم. بيير ديلين. Good evening, sir. Good evening. Good evening. أليسار كاراكالا. وشارل مكريز. روعة الطربوش. لوك جديد اليوم كتير حلو. كيف هيدا؟ دبكة يعني فولكلور. العد العكسي بدأ. أسبوع واحد بيفصلنا عن السهرة النهائية. سهرة بتشهد وللمرة الأولى ولادة وتتويج أفضل رائس بالعالم العربي، والفايز بالمسابقة بيربح جائزة مالية كبيرة وهي 100,000 دولار. إذا بدكم تشوفوا اللي بتحبوهم بين الفاينلست الأربعة وما بدكم تعرضوهم لأي خطر، صوتوا لهم بكثافة. أرقام الرأسين الستة صاروا أمامكم على الشاشة، وبذكركم بوسائل التصويت: من خلال SMS من لبنان على 1068، من مصر على 94-71. أما الأرقام الخاصة بكل البلدان فموجودة كمان على موقع MTV وموقع تلفزيون نهار، وفيكن تصوتوا عبر الموبايل أبليكيشن. تصويتكن وحده بيوصل الرائس المفضل لخط النهاية رغم كل الصعوبات وقوة المنافسات. So you think you can dance؟ يلا نرقص. وحتى تكون سهرة النصف نهائي سهرة الحلم والحماس والرومانسية، منبدأ مع النجمة اللبنانية يارا وأغنية عايش بعيوني.
هو لغة المبدعين بكل المجال. وبدي أشكر شار ماكريس وماكريس دانس مينستري على هاللوحة الرائسة. يارا أهلا وسهلا فيك على مسرح مرسي. يلا نرقص. مرسي نيالو اللي عايش بعيونك يارا، ما عم تسمعني من الزقيف. يارا عايش بعيوني عنوان ألبومك الجديد، ليه اخترتي هالأغنية بالذات لتكون عنوان للألبوم؟ أول شي مساء الخير للجميع، مساء النور لكل الحضور واللي عم بيشوفونا، مساء الخير للجنة الحكم، مساء الخير ريتا، مساء النور يارا. نحن كثير مبسوطين فيك. رح ارجع عيد سؤال لانه بعرف كان في زقيف كثير بالاستوديو. عم بسالك عن عنوان الالبوم عايش بعيوني، صحيح، ليه اخترتي هالاغنيه بالذات لتكون عنوان الالبوم؟ من الاغاني بالالبوم اللي حسيتها قريبه كثير لشخصيتي من كلمات ومن الحان ومن توزيع. كثير حلوه الغنيه ولحنها بسهوله بينحفظ، والميوزك فيديو كثير حلو كمان. يارا بدي اسالك، الالبوم الماضي كان خليجي والالبوم صحيح. عايش بعيوني كله لبناني ما عدا اغنيه واحده مصريه، مزمد. ليه التركيز على لبناني هالمره؟ لا انا فنانه لبنانيه اولا، وبدايتي كانت اغاني لبنانيه من حب كبير، توصفي، اخذني معك، بحلم بعينيك، حاول مره يعني، واكثر كمان بعد فيه. بس ما بعرف ليه يعني هالظلم هيدا، بس انا سعيده، هيدا دليل نجاح اني نجحت باللهجه الخليجيه، فكمان هيدا الشيء بيشرفني ومبسوطه كثير هلا بالبوم. على كل حال البوم رائع يارا. انا عرفت انه بتحبي تتفرجي على الرقص، تتفرجي بس ما بترقصي؟ لا برقص هلا، انطروني في شيء كثير جديد وكثير في مفاجاه جديده. هيدي خبريه ما كنا عارفين فيها، هي مفاجاه كبيره. انت على كل حال يارا بس شو رح ترقصي؟ فينا نعرف ولا؟ رح صور اغنيه جديده من الالبوم، انطروني رح ارقص انا وعادل كرم. هيدا سكوب مهم اكيد مع المخرج ناصر فقير كمان. تحيه لعادل ولا ناصر فقير. رح نرقص تانجو بكره، حبونا واعطونا رايكم. ارجنتاين تانجو مثلا، صرنا نعرف كل الانواع نحن. انت بقي معنا يارا ورح نسمعك بعد باغنيتين، وحده لشحروره صباح ووحده من البومك الاخير. صحيح. شكرا يارا، تفضلي. ميرسي. بعد الغناء بتبدا تحديات الرقص، وانا بقول عن قناعه كامله الرقصين السته معنا الليله بيستاهلوا يكونوا بالنهائيات وينافسوا على اللقب، لأنهم مجتهدين ومهضومين وحبوبين. لكن مش المهم أنا أقول، المهم نسمع شو بتقول جنى المقاتلة وشو بيقول محمد خفيف الظل. مبروك بارنر. يعني مين كان بيقول نحن يلي أول عالم فتنا بالدينجر زون وصلنا على السيمي فاينل؟ فيها فاينلز؟ فيها، بس هم اللي هيوصلون. انتوا بتوصلونا على الفاينلز. اعتقد ان انا استحق اكون في النهائي عشان انا مجتهد، عندي تكنيك كويس، عندي شغف للموضوع، بحبها جدا الرقص اللي انا بعمله. بيقولوا ان انا دمي خفيف، ربنا يستر. بعتقد انه بستحق اكون بالفاينلز من ورا كذا سبب. اول شيء انه ام فايتر، يعني ما بستسلم بسهولة، بحس على طول انه بدي احسن، على طول انه the good has to be better and the better has to be the best. السبب الاهم يمكن انه ليه لازم اكون انا بالفاينلز هو سبب كثير شخصي. So you think you can dance قربني من بيي. بالاول كان معارض فكرة اني اكون بفضل انه يركز اكثر على الاخراج، بس وقتها شاف انه قد ايه انا عن جد عم بتقدم وعم بثبت حالي، صار اول دعم لإلي واكبر دعم لإلي، فانا عبالي اكون بالفاينلز عن جد كرمال لإله لبيي. Thank you لأنك وثقت فيي. طبعاً عشان الملوك يوصلوا على الفاينل لازم نعمل ايه دلوقتي؟ بعتقد نتمرن. اكشلي نروح نكتشف شو عنا. يلا نكتشف عندنا ايه. إيفانا فات بمود اللي من السبعينات مش شفته. إيفانا Welcome guys. Hi, Ivana. Is that you? Are you okay? Oh, I'm fabulous. This week, you guys are gonna have the disco fever. Disco. The story behind this dance is Mohammed is the disco king from Egypt, and he's dancing a high-energy, fun-filled disco dance with his Lebanese disco queen, Jana. When you're walking down the street, that's it, yes. And now you have to serve it on the table as well, okay?
And then from here, you sit on it, you turn around, and you drink again. If you want to impress, put those on and get in the disco fever. First, be a woman. Disco really equals lots and lots of lifts. Go, good hook, turn in, both legs bend, attitude, that's it. And stretch. That's it, good, 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 good. مش انه بس بده يحملني بده يقعد يبرم نون ستوب. انا فوق مع ضحكه وايدين ولا وبدنا نفلت وكانه ما في شيء. راح فيه. راح فيه. دخل والستيب ما بعملها مره او مرتين وقتها بدك تظبط تكنيك واجرين وايدين. ضايقتك انت القديمه؟ القديمه ضعيفه ليه؟ بتعرف ليه؟ لانه هيك بنشد على بعض. احسن حاجه بيني انا وجنى اللي احنا في اتصال بينا قوي واحنا قدم قبل كلهم جداد، احنا بقالنا ثلاث اسابيع مع بعض، دلوقتي كده انا ماسك. نقطة القوة تبعنا أنا ومحمد هي إنه بعرف وين السنترز تبعنا كيف نتحرك، تعودنا نشتغل مع بعض. One more time and then you can have a break if this is a good one, right? So think you want to get in the final. 5, 6, 7 and turn in. Attitude. وقت أطلع على المسرح كل نفس رح أتنفسه كرمال أوصل على الفاينلز. And check and then the other way, straighten both arms. دي مرحلة صعبة جدا، هنحاول نعمل الرقصة بكل مجهود لينا. كل كونتاكت بيني وبين جنى عشان نوصل احساسنا ليكم وتصويتكم لازم يجي لنا عشان نوصل للفينال. All right, well done guys. I think you deserve a break. Have a drink. And they're ready for the live. أهضم لوك لوك السبعينات وهيدي أول مرة بالبرنامج منشوف رقصي ديسكو مع أغنية ألكسندري ألكسندرا جانا يونس ومحمد حامد. بدي اشكر اكيد ايفانا اوستروفسكي. ايفانا I loved your glasses. Can I have them? Can I have them? Thank you. عايشينا فعلا باجواء الديسكو. خليني اسال اليسار كاراكلا اذا وصل لها مود السبعينات. سوري مش قادرة مش قادرة ما اقشع الشعرات حدك يعني كثير واضحين هلا بنعلق بس اوصل لك نعلق عليهم. تفضل احسن. محمد يا محمد شفتك عم ترقص رقص المعاصر الهيب هوب الجاز لاتن اليوم الديسكو محمد ناطرة منك الدبكة.
بس دبكة معك اللي صار وعدتيه انه يرقص معك. دبكة لبنانية محمد. علمية جنى. بلش من من اهم شيء عند الرائس، من اهم صفة يكون عنده القبلية، يكون آلة انسترومون بين ايد الكوريغراف يقدر يأدي كل انواع الرقص، وانت عندك هالصفة. شو ما اعطاك الكوريغراف بتكون قد المسؤولية، وهي شغلة رائعة محمد. طب جنى حسيتك كثير مرتاحة بحالك، عم حسك عم تتنفسي، ما بقى عم حسك انه عم عتليني هم او عم ترقصي بس للمسابقة. I feel you're dancing for the love of dance and that's very good. شكرا لسا. شعر لحقوا بجمعة يطولوا شعراتك هلا. شو بجمعة هلا بلحظة دغري كنت مخبيهم بالطربوش انا. دغري على الرقصة طلع نبتوا. ديسكو فيفر نبتوا. نبتوا طلعت مثل اليسار نبتوا نبتوا. تفضل شعر. أكيد أنا أمي هلا على الغنية قد ما قديمة كثير حلوة، اسكندرية ونلي من الاسكندرية صح نلي؟ أيوه من الاسكندرية. أيوه من الاسكندرية. تلي. تحية لكل أهل اسكندرية. جنى أنت صرتي مثل لكل دانسر إنه ثلاث مرات دينجر زون ودهرتي يعني ما فليتي بقيتي، هذا بفضل مجهودك. يعني واحد عادة ما يفشل انه اذا هو اول مرة انه يا الله شو راح بصير، ثلاث مرات وما تأثرتي، هذا بفضل مجهودك. اليوم برمتك بعقده والديسكو كثير طالع فريش معك. برافو جنى. محمد كنت عم تقول بالريبورتاج انه انت اول من اول برايم طلعت دانجر زون كمان. بعتقد محظوظ انك طلعت من اول برايم دانجر زون لتفرجي الدانس فور يور لايف تبعك قد ايه قوية، اللي هي من خلالها قطعت لك التيكت لهون على السيمي فاينل. انت اليوم ملك الديسكو. بالفعل. شكرا. وانت ملك الديسكو يا شعل. نلي تفضلي. انا فعلا حسيت ان انا بتفرج على التلفزيون في السبعينات ابيض واسود، كان في برنامج كده في مصر اسمه العالم يغني. كان وحيد بيجيب الديسكو قد كده. كنتوا مقنعين محمد بالذات، انت بتقنعني بصراحه باي حاجه بتعملها. يعني هنشوف اللي جاي ايه يا رب. وجانا بحييكي انك انت عرفتي تطلعي لمستوى محمد وتعملوا حقيقي كابل حلو، كابل ممتع. يعني انا مستمتعه وانا بتفرج عليكم. برافو. شكرا نلي. Pierre, did you feel nostalgic with that oh disco? Oh my God, yes. Saturday Night Fever, John Travolta. These are the beginning days of my favorite dance, the hustle. It was a lively, fun interpretation of the good old days. And Muhammad, you are also, as Monsieur Charles said, you're a king. Now you're the king of the hustle. أنت ملك يا محمد. عم بيقول Saturday Night Fever فيلم أكيد من أشهر أفلام جون ترافولتا. عم بيقول ذكرتوه بأيام الديسكو، أيام هالرقصة وهالأغنية الحلوة، رقصة كل حياة كتير حبة وانبسط فيها. شكرا لأعضاء اللجنة، تشجيعكم بيعطي الرقصين ثقة إضافية. واللي بيقروا she's saying that جاي قولي له جانا. Don't you want to tell me something? جانا صار في غيرة هلا. جانا you were wonderful. No, but okay, I'll tell you something again. He's going to tell you something. Let's listen. I'll tell you more things later on. I want to see the next dance. But I mean, you are, if he's the king, you were dancing with the king, you're either a princess. No. You are she's an empress. Wow, she's an empress. أنا بقول رح يعطيك حقك بتاني رقصة جنى، ما تزعلي. شكرا كبير لأعضاء اللجنة ولتشجيعكم يلي بيعطي الرقصين ثقة إضافية. واللي بيقروا على تويتر كمان بيرفع معنوياتهم درجة زيادة. خلينا نقرأ تغريدتين موجهين لجنى ومحمد. أول تغريدة: When Lebanon meets Egypt, the stage lights up. Astonishing disco performance. حلو كتير لما لبنان يلتقى بمصر بيضوي المسرح وأداء رائع. هيدا التويت واصل من دانسوير. أكيد تحية لدانسوير اللي عم يلبس الرقصين. تاني تويت: جنى and محمد sparkling and shining like a disco ball. Wow, amazing you guys. عم بتضووا وتشرقتوا مثل الديسكو بول أو طابة الديسكو. رقصة كتير حلوة. الرقصة الأولى ذكرت كتار منكم بالسبعينات، بسبعينات الديسكو. وأنا بدي أذكركم إنه اليوم 30 نوفمبر 2014 وبعد قدامنا أسبوع واحد تينتهي البرنامج. مصير جنى ومحمد متوقف على تصويتكم. إذا حابين تشوفوا جنى بين الفاينلست بعتوا يلا واحد، وهي ما رح تنسى فضلكم أبدا. وليكمل محمد المشوار للنهاية
بعتوا يلا 13 وما تتأخروا أبداً بالتصويت من خلال الأس أم أس من لبنان على الرقم 1068 ومن مصر على 9471. التصويت بهالمرحلة ممكن يغير حياة أي رئيس، وفي مثل لبناني بيقول ما توصي حريص. بتعرفي هالمثل جنى؟ لا مش سامعة فيه. عم تعلمي تعلمي الليلة. وكل المشاهدين الحريصين يوصلوا جنى أو محمد أو اثنين سوا لبر الأمان يكسفوا التصويت من هلأ. جنى ومحمد فيكن تنسحبوا تكتياً قبل الهجوم الثاني، قصدي الرقصة الثانية طبعاً. وأنتوا العاديين ببيوتكم استعدوا لمشاهدة رقصة بتجمع للمرة الأولى كاريل وشريكة الجديد أنتوني. شو متوقعين منهم وشو ناطرين من ميلاندا وبيير؟ دقايق قليلة وبيولع المسرح مجدداً مع السهرة النصف نهائية من So You Think You Can Dance. يلا نرقص. نصف نهائي من So You Think You Can Dance. يلا نرقص مش سهرة عادية، سهرة جنونية، وهيدا مش رأي، هيدي حقيقة. الليلة المشتركين بيقدوا رقصتين والجمهور بيصوت مرتين مثل ما صار بالربع نهائي. أما اللجنة فمسؤوليتها معنوية بتقييم أداء الرقصين فرداً فرداً، وأنتو ببيوتكم عليكم مسؤولية الاختيار والقرار. أرقام المشتركين الستة صاروا أمامكم على الشاشة، وللتصويت في عدة طرق، أو عبر الأس أم أس من لبنان على 1068، من مصر على 9471، والأرقام الخاصة بكل البلدان ممكن تلاقوها كمان على موقع الأم تي في وفوكس موفيز، بالإضافة للتصويت عبر الموبايل أبليكيشن. يعني تعددت الوسائل والتصويت واحد. قبل البريك شفنا جنى ومحمد برقصة ديسكو. جنى ومحمد صاروا معودين على بعض، وهذا الأسبوع الثالث اللي بيرقصوا فيه سوا. أما كاريل فعندها هي وشريكها الجديد أنتوني تحدي خطير قبل أسبوع من النهائيات. فشو اللي بيخلي كوكو وطنسا مقتنعين إنه بيستحقوا يكونوا بالنهائيات وينافسوا على اللقب؟ شو قلت أنا؟ كوكو وطنسا؟ هداك اللايف خسرت وفا، انبسطت كتير بالشغل معه و هيدا بما انه نحن صرنا نيو بارتنرز كوكو. اهلا بكوكو. انا بعيط لها كوكو، هي بتعيط لي طنطا. نيو بيجينينج، نيو بارتنر، نيو ويك، نيو ايفريثينج، ستريت تو ذا فاينلز ماي بيوتيفول كوكو. طنطا ستريت تو ذا فاينلز اوف كورس. خلصت مدرسة مش من زمان أبداً، ما فتت على الجامعة، فتت على هيدا البروجرام. حياتي بتوقف كلها على مصيري بالبروجرام، هيدا أملي الوحيد. النقاط القوة اللي بتخليني أوصل للنهائيات إحساس كتير عالي بالرقص، بقدر حس بكل رقصة برقصها بمشاعر مختلفة. داني موسيقية كتير قوية، بلقط ميوزيك على السريع، عندي كتير ليونة، بحفظ على السريع، وأهم شيء إنه عندي العزيمة توصل. So you think you can dance هو كان حلم. النقاط القوة اللي عندي اياها اللي بخولوني اوصل للفاينل، بعتبر انه الاكسبرشنز تبعي كثير بيوصلوا للعالم، عندي انرجي قوية، عندي تكنيك عالية، واخيرا بعتبر المسرح هو صديق لإلي وبعتبره هو اللي رح يربحني. انا رح اوصل. انا رح اوصل. انا رح اوصل على النهاية. I came in today's for rehearsal and I saw them eating chocolate, which is not a good start for the first dance of the semi-final. You have the most difficult dance in Latin. Yes. Rumba. Just practice that step, yeah? Yeah. You still have chocolate here. It's about a love story where even by a touch, you know someone. So it's all about this connection, which is really hard work for them this week because they're a new partnership.
نحن هلا وصلنا للنصف نهائيات ولا واحد منا لا انا ولا كارال يعني راقصين مع بارتنر تاني والرومبا بتطلب منا احاسيس ومشاعر كثير عاليه اكيد صعب انه لاقي الكيمستري بهالسرعه So we're going to do an experiment you're going to have your eyes closed me or Anthony is going to come behind you and we're going to touch you okay and you've got to guess who it is اكيد راح اعرف من البرفيوم Ian She really has to feel Anthony in this by his touch. Ian, Sansa, Anthony, what? It's not a big, big step, but it's just that emotion and the connection what I really need to see. أنا مأكدة وعارفة إنه العالم رح تشوف إحساس المزبوط هم. بهيدي الرومبا حنخلي انا وكارال الجمهور يعلي مشاعر الحب خلي يعلي الزقفة ويعلي التصوير It will be really عن جد amazing Wait for us عن جد wait for us because it's really worth it شو الاحساس اللي رح يفرجوا ويفجروا لأول مرة بيرقصوا سوا على هالمسرح ولأول مرة منشوف رقصة الرومبا كارال ورديني وأنتوني نخلي من الكوريوغرافرز كلهم ومن الجمهور اكيد تحية لك يا ايام بنم It was a very sensual dancing and thank you تستاهلوا هالزقفة وهالوقفة اللي وقفوكم اياها مصممي الرقص والجمهور واو كارال وانتوني الليلة شفنا احساس يمكن ولا مرة شايفينه على المسرح ومنسمع اذا فينا نسمع رأي لجنة التحكيم فينا نسمع بيير جيلين رح ابدا معك واو او ام جي ذات از اي ثينك او ماي جاد وير هاز ذس نيو بارتنرشيب بين هايدينج يو هاد بيوتيفول لاينز جود كنترول اند ان ايموشنال فيري ايموشنال انتربريتيشن اوف ذس حبيبي رومبا برافو تو بوث اوف يو ويل دان
Oh my God! عم بيقول بيير وين كانت هالشراكة مخبية؟ كتير حب إحساسكم وكيف أديتوا رقصة الرومبا و did I miss something؟ حبيبي رومبا. حبيبي رومبا. حبيبي رومبا. لكن أحب كتير إحساسكم وحبهم مينتكم. أليسار قلت الأسبوع الماضي إنه كاريل سوبر وومن. بتذكري كاريل؟ شو بيك تقولي لأنتوني الليلة؟ Anthony, you're the Terminator. بحسه رح يفجر الكون كله ليوصل للنهائية. بكسر قدامه. Nothing stands in his way. Superwoman and the Terminator. Wow. سميكم اياه. Superwoman and Terminator. لقيتهم كثير لاقيين لبعضهم. كارل دغري نسيتي وفى. دغري نسيتي. دغري انسجمي. ابدا. احساسي كان رائع مع انثوني، حبيت نضوجك وروائك اليوم، كل اسبوع لمعتي بس اليوم كان في فرق، حسينا هالكارل الناعمه والعميقه، فبهنيك على الشغله، انثوني احساس رائع وايديك ايديك ايديك مميزين. شكرا ليسا شارل. له الزقف اليوم فعلاً بيستاهلها. أنت قلت إنه ما فتت على الجامعة جيت على البروجرام. أنا حابب أقول إنه الرقص هو جامعة بحد ذاتها وأنت ناجح بهيدي الجامعة اللي أنت فيها. جسمك وإجريك الستريتش على البيت وعلى الليركس ومثل ما قالت أليسار الإحساس تبعك وإيديك اليوم روعة. برافو أنتوني أنا بهنيك. كارل تعبير طاقة ومرتاحة على طول، مش بس المسرح بحبك أو الكاميرا بتحبك، بعتقد إحنا كلنا هون بنحبك. كلنا كلنا. يعني الهيب أكشن كثير منيحة والكونكشن أجمل وأجمل. كارل وأنتوني كأنه إلكم من أول البروجرام عم ترقصوا مع بعض، حقيقة أنا شخصياً ما حسيت اي شيء بدل انه انتم اول مره بترقصوا مع بعض، بتعاقدوا مع بعض. شكرا شارل نلي. يعني شارل انت ما بتبكيليش حاجه اقولها عامه. ما بيسمعك ما بيسمعك. بريك مع الجمهور وبنرجع لنلي. تفضل. لحظه لاسمع نلي تفضلي. شارلز ما سابليش حاجه اقولها الحقيقه وقال الكلام اللي انا كنت هقوله. هو حس لا انا حقيقي يعني هزود بس على كلام تشارلز ان انا من كتر ما اندمجت في الرقصه انا حسيت انكم انتوا الاثنين كتله واحده مع المزيكا والرقص والاحساس والفلكسبيليتي. يعني عارف بتفرج على ميوزك نوت دانسينج. فبرافو بجد. يعني شكرا لنلي ولكل اعضاء اللجنه على هالدعم القوي للشباب والصبايا اللي مولعينا هون وبرا وعلى تويتر. خلينا نقرا تغريدتين من الفانز لكاريل وانتوني. اول تويت كوكو اند طنسا رومبا واز ميد فور يو جايز ستريت تو ذا فاينلز. انا برايي لازم يعتمدوا سوبر وومن اند ترمينيتر نغير كوكو وطنسا. عم بيقولوا انه خلقت لكم الرومبا ودغري على النهائيه. ثاني تويت انتوني اند كاريل يو ار ذا باور كابل يو لايت اب ذا ستيج وذ ايتش اند افري ستيب اند ايتش اند افري دانس. انتو الثنائي القوي بتضوي المسرح مع كل خطوه ومع كل رقصه. شفتوا قد ايه عندكم شعبيه؟ بس الشعبيه الحقيقيه ما بتترجم الا بعدد الاصوات. بطلب من اللي حبوا اداء كاريل وانتوني وبدهم يشوفون بالسهرة النهائية بين الفاينلست الأربعة يبعتوا يلا ستة لكاريل إذا بيلاقوها الأفضل بين زملائها، وبعتوا يلا 15 لأنتوني لأنه ما بيحب ولا حابب ولا رح يحب الوقفة بالمنطقة اللي ما حدا بيحب. عرفتوها؟ عرفتها أنتوني؟ منطقة الخطر. وما بدي أذكركم إنه يلا بتودوها SMS من لبنان على 1068. بتمنى لكم كاريل وانتوني كل التوفيق. ومنكمل مع الكابل الثالث والاخير بالمرور الاول ميلندا وبيير. ميلندا وبيير بيستحقوا يكونوا بالنهائي لاكثر من سبب، وبهالوقت ميلندا وبيير ناطرين بيبي. ما تتفاجئوا كثير، هلا بتتاكدوا. نحن اليوم وصلنا للسيمي فاينلز، مبسوطين كثير. حتى لو هديك الجمعة شو صار؟ طلعنا بمنطقة الخطر للأسف، بس الحمد لله تصفية العالم مش رجع خلصنا.
القصص اللي بتميزني عن غيري هي خبرتي في المسرح والتلفزيون يلي خلتني انه عن جد حس حالي كأنه أنا ماني غريب على هالبروجرام. عملت كذا نوع رقص وما فشلت ولا واحد. وتالت وأهم شغلة هي الحضور على المسرح، القوة الجسدية يلي عن جد كانت وسيلة تقدر كون جود بارتنر. يلي بيميزني كراقصة هو قوة شخصيتي، عندي ثقة بحالي كثير، فوت بالحالة، بعيشها كثير، بمثل. عندي رجلين كثير طوال بحب استخدمهم. عبالي أنا بنهاية متبرقة من هيك من أفضل رقص. شو المفاجأة يا ترى؟ شو عم تعمل لنا اليوم؟ هلو جايز، ويلكم. فتنا شفنا شانتال، حدا تخت وبروبس، وطلع عنا قصة كتير كبيرة بدنا نشتغل عليها هالجمعة. We're in the semi-finals now, and so I have this here because you'll be sleeping here every night until we get these steps. This week we have a new routine. It's a lyrical hip hop. The story is really the focus point. A stay-at-home wife, mother, who's newly pregnant with a child, and her husband is not focusing on her. Then, hey, sharp. No. What happened? What did you do? I literally shut her mouth. Oh, you literally shut her mouth. Can you shut it without killing her? Yeah, for sure. The challenge in this dance is الاتحاد والتواصل وفي الاتحاد القوة. Where are you looking? I can't see. I want to see that connection. Everything that you guys do, even if you don't like each other, you will love each other on this one. I'm trying to get them to connect, and they're not really connecting well right now. You have to push. You have to want this more than life right now. This is your life. This is where it's at. خلص يلا شارب. حركات منا صعبة على جسمي. بس بهالرقصة بالزيت لازم قد ما فيي اعطي الكاركتير المطلوب مني. هلا صرنا كثير قلال، صرنا ثلاثة بثلاثة، فصار الضغط عم يزداد أكثر والتعب عم يزداد أكثر، لازم نكثف الجهد تبعنا. ما في أبدا مجال لخطوة ناقصة بهالرقصة، لازم تكون بيرفكت ولازم قد ما فينا نطلع على المسرح ونفرج العالم اللي نحن مستحق نكون بالنهائيات. بالنهائيات التعب ممنوع والغلط ممنوع، كل نقاط القوة رح تجتمع بين الشريكين برقصة ليريكال هيب هوب ميليندا الماروكي وبيير خضرة. Chantal Heath, very creative routine, Chantal. Thank you, amazing.
ومنشوف شو رأي لجنة الحكم. الجمهور كتير حب، بس بهالسهرة بذكر ما رح يكون لجنة الحكم دور بالإنقاذ. بدي أبدأ مع شارل ماكريس. شارل، هذا الأسبوع الثاني اللي بيرقصوا فيه ميليندا وبيير ككابل، كيف لقيتهم؟ بعقدوا كتير حلوين، بس بدي أعرف صبي أو بنت كان في ال بال توم صبي وبنت. شو كده عم تلعب بلاي ستيشن بيير؟ شو فيفا؟ لا أجدد بان. كتير حلوين الليلة، كنتوا كتير بتعقدوا بي اس 4. دي بتلعب بي اس 4؟ ايه اكيد بلعب سبق سيارات. ما بتحب بي اس 4 فيفا سبق سيارات؟ ايه. نرجع للرقص، كنتوا بتعقدوا البيت الجروف، بيير كتير احسن بكتير بكتير من اول مرة. قطعت هول المراحل انت وميلاندا، كل جمعة عن جمعة عم تبينوا انه اكتر فايتين مع بعض بالرقص. ميلاندا انا اليوم تفاجأت منك كتير، صايبة كل شيء، يو ار كلين كل الوقت. وبدي اقول لك شغلة واحدة، لأنك بتعيشيها أنت وصلتي لهون. بدها زفت. شكرا شارل. نلي، أنا شخصيا بعشق الرقصات اللي بيكون فيها قصة وأداء تمثيلي، مع إن هو التابلو راقص، بس أنا شفت أداء تمثيلي عالي جدا جدا. يعني لو أنا حدي نسبة، أنا شايفة التمثيل كان 120 من 100 من كتر المصداقية اللي كانت موجودة. ومن ممثلة، لا ده حقيقي، ميليندا عندها طاقة، عندها الطاقة وعندها القدرة على التغيير في أي مشهد هي بتعمله، بتغير كده. بيير انت نفس الحاجه، عرفتوا تعملوا كابل حلو، واخيرا شايفاكم مع بعض بطريقه مختلفه عن اول مره. شكرا نالي. بيير، well I'm speaking to the two of you. Strong action, strong connection and strong acting between you, all wrapped in together with good dancing. Well done, bravo. إذن حركة قوية، تواصل قوي بيناتكم، وكله هيدا ورقص حلو، وكله هيدا بمغلف برقصة حلوة كتير. أليسار، مهضومين، حلوين، فنانين، تاخدوا العقل، كأنكم صلكم سنين عم ترقصوا مع بعضكم. كير، very stylish, very charming، كتير اللي بقلك هستيل الرقص، لحقتك من أولها لآخرها، top. Yeah, I want a flower too. ميليندا، هيدا لأليسا. هي أول مرة بشوفك عم ترقصي هيب هوب لايف، تبعتك على تي في وقت كنت مسافرة، كنت على طول أقول المعاصر لميليندا، الهيب هوب لميليندا كمان. Both of you are هيدي back. هيدي مهمة ميليندا، ما كنت لأنه تحب الهيب هوب. You're back. هديك الجمعة لحظة حسيناكم up. You're back بقوة، برافو. شكرا لسار ولأعضاء لجنة التحكيم على ملاحظاتهم، وهي دائما بمحلها وبيخضوها الرقصين بعين الاعتبار، ومطرح ما لازم يحسنوا بحسنوا. اما افضل مكان لمتابعه اخبار الرقصين فهو الفيسبوك، واللي ما بده يقرا اخبار يتفرج على الصور. وانا من جهتي رح اقرا اثنين تويت من جمهور المعجبين اللي عم يتابعوكم خطوه خطوه ورقصه رقصه. اول تويت، ميليندا اند بيير killed it. Wow. Very amazing and pleasant dance. Keep it up and keep it up. Okay. ميليندا وبيير ولعتوها، بتعقدوا رقصة كتير حلوة. خليكن للأمام. ماريو، شكرا. تاني تويت. Intense lyrical hip hop. Real emotions. Excellent chemistry. ميليندا and بيير. إذن عم بيقول إنه الليريكال هيب هوب كان كتير قوي، أحاسيس حقيقية وتواصل رائع بيناتهم ميليندا وبيير. أنا إحساسي بيقلي إنه اللي ودى تويت لميليندا لحق التويت بشي 20 صوت، وأنتو إذا حبيتوا أداء ميليندا بالليريكال هيب هوب بعتوا كلمة يلا اثنين حتى تجنبوها الوقفة بدائرة الخطر. وإذا حابين ينتقل بيير للسهرة النهائية بعتوا يلا 11 مرة واثنين وعشرة. من سوريا ودوا SMS على 16-78 سيريا تيل، وعلى 15-64 MTN. من لبنان على 10-68. أما الأرقام الخاصة بكل البلدين فموجودة كمان على موقع الMTV وموقع تلفزيون نهار، وفيكم صوته عبر الموبايل أبليكيشن. هون في ساوند إفكتس حد مشان هيك عم بضحك.
يعطيكم العافية ميلاندا وبيير، تاحوا شوي بس مش كتير لأن ناطرينكم بتاني رقصة، راجعين. وانتو المرتاحين ببيوتكم خدوا الموبايل من حدكم وصوتوا للمشتركين الستة الناطرين صوت من غيمة. وقبل التوقف مع بريك والانطلاق بالجولة الثانية اخترنا لكم أجمل اللقطات من أول ثلاث رقصات، شوفوا تمتعوا تسلوا بالبوب كورن وصوتوا. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les nuits si tu me retiens pas. سبعة أيام بس وأقل من 168 ساعة بيفصلونا عن السهرة النهائية لـ So You Think You Can Dance. يلا نرقص السهرة المنتظرة من حوالي الشهرين. عدد الرقصين الليلة ستة، وما حدا يفكر بالستة والستة مكرر، ستة بيستحقوا رفع القبعة والتقدير. والأحد المقبل أربعة بس بيتنافسوا على اللقب. بتخيل من هلأ كيف رح يكون الحماس وكيف رح يولع المسرح مع الفاينلست السوبر راقصين ومع ضيف النهائيات السوبر ستار راغب علامة. الأسبوع ورا الباب، وتوقعوا تشوفوا بعد سبعة أيام سهرة من العمر. أما هلأ فصار وقت الاختبار الثاني مع الثنائي جنى ومحمد. بعد الديسكو شو فيه؟ في إنه محمد مريض وجنى أحلى ممرضة بيحلم فيها. Cette semaine vous avez jazz. C'est votre dernière danse en couple pour accéder à la finale. Donc il va falloir être à la hauteur et défendre votre place au milieu. Alors cette semaine, Jana, tu vas être docteur et toi, Mohamed, tu vas être un patient. Ma bêchée, alors. Le problème de Mohamed qui joue le rôle du patient, c'est qu'il est addict aux médicaments. الرقصة بتتطلب مني تمثيل كتير جدا، لازم ابين الرعشات بتاعت جسمي.
Le gros challenge pour moi dans cette chorégraphie, c'est vraiment l'interprétation. Est-ce que je peux avoir un peu plus le sentiment de pouvoir? Dans l'interprétation, c'est comme si tu portais le monde. بعتقد هلا قد ما عم نقرب على الفاينلز كل التشالنجز عم يزيدوا الحملات ما بقى هينين تو ستوب 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 ايش اللي بدنا نعملهم مع البروبس عايزين دبل انرجي اي نو اي دو علي بوكو بلو هو ان فيت عم نتعب يعني من ساعات تمرين مش مثل اربع ساعات تمرين كان اول ساعه تمرين من نط لهون ثاني ساعه تمرين لهون بعدين بطل نط Il va falloir qu'il soit très endurant parce qu'on n'a pas le temps d'être fatigué. C'est la gueule, pour me faire la raca dit. Garab, on a mis la basse à la gueule. Ben Haoul, on a fait la basse à la gueule. Ben Haoul, on a fait la basse à la gueule. Ben Haoul, on a fait la basse à la gueule. Ben Haoul, on a fait la basse à la gueule. Ben Jump. C'est mieux. Ils se comprennent très vite, on avance très vite ensemble parce que dès qu'il y a des difficultés, il y en a un pour aider l'autre. On s'est rendu à un niveau de l'interaction avec Mohamed très haut. Mais peut-être qu'un autre couple de l'université يقدر يوصل على كونكشن كثير اقوى منا الكونكشن بيني وبين جنى اللي هي اللي وصلتنا لمرحله السيمي فاينل حابين نزودها اكثر عشان توصلنا للفينال يمكن لهلا هيدي اهم رقصه بكل البروجرام لإلي لانه بعد شيء هيدي الفشخه لنوصل على الفينال فان شاء الله اقدر اقطعها كل شيء اتعلمناه بنحاول نصبه في الرقصه دي لازم الجمهور يقتنع بكل ثانيه اللي انا استاهل اللي انا اوصل لمرحله الفينال بعد ما طلعت بس دينجر زون كان اخر شيء بتوقعه هو انه عن جد ابقى لهيدي المرحله فما في هلا استسلم وبوعد بي انه اوصل على الفينال هيدا أغلى وعد يا جنى وأصعب تحدي يا محمد التحدي والإبداع بيجتمعوا برقصة الجاز مع جنى يونس ومحمد حامد Me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. بيشوف رقصتكم جنى ومحمد بيصير addicted to jazz وهون بدي اقول لسامي سامي tu as créé en nous une addiction au jazz merci beaucoup وبنتقل للجنة التحكيم واول انطباع باخده من اللي كريم اول حاجه I'm addicted to you too انتوا الاثنين حقيقي محمد انت عديت مرحله الراقص بالنسبه لي انت فنان شامل بجد تمثيل وأداء ورقص وإحساس يعني كل حاجة مع بعض وجنى إن شاء الله أنا نفسي أشوفك في الفينالة إن شاء الله إن شاء الله شكرا نالي بيير جنى to you first you were beautiful
and you were making me addicted to you. Would you please be my doctor? Oh, عم يطلب منك تكوني حكيمته. Muhammad, I like that walk over the chair at the end, very good. But you are a very strong dancer in all that you do. Bravo, bravo to you. عم بيقول لجنى يا جنى انت كثير حلوه وصار مدمن عليك بجيك تكوني حكيمته. محمد كثير حب الافزه على الكرسي بالاخير وانت رئيس قوي بكل الطرق الممكنه. شكرا بيير. اليسار محمد شفت الممثل اللي فيك الليله كان عندك قوه ليوني احساس. الحلو عندك انه كل جمعه بقول لك مميز بس من جمعه من اسبوع لاسبوع بترجع بتشتغل على حالك وبتجدد حالك ما بيكبر راسك بالعكس بتتحدى حالك وهي شغله رائعه. I would love to put you in one of my choreographies محمد بهنيك. جنى خفية على المسرح تقدم والشاطر هو اللي بيتقدم. كلكم شاطرين بس كيف الواحد بده يتقدم؟ We're never good enough. We can always get better. برافو بهنيكي. You are a very sexy doctor. Compliments على المشي ومعنويات لجنى ومحمد الليلة. شكرا اليسار. شال محمد أيها المريض إذا مريض وهيك عم ترقص. أنت فظيع. أنا اليوم كثير حبك بس اليوم جنى بيضتها. باور إحساس تمثيل سرعة كل الوقت محافظة على نظافة الحركة كل الوقت عم بلحق كنت بعيوني انت ومحمد بس اليوم كثير شديتيني. اكيد بيك رح بيكون فخور فيكي جنى. اكيد رح بيكون فخور فيكي اذا بقيتي او ما بقيتي اكيد هو فخور فيكي. شكرا شارل ولكل اللجنة. اكيد تأثر واضح من بعد كل هالإحساس بالرقصة ووعدة لبيا جنى. تحية كتير كبيرة لبيك. منشكر اللجنة على كلامهم الحلو اللي بيفوت مباشرة على القلب واللي بده يفوت على قلب الرقصين ويشوف صورهم بدعي يدخل على إنستغرام. وأنا من جهتي رح فوت على تويتر وبقرأ تغريدتين موجهين لجنى ومحمد. أول تويت: You are like a branch of a tree, flexing your body to dance in the wind of happiness. واو الفلسفة لنشوف كيف ما نترجمها. لكن مثل غصن شجرة جزء شجرة غصن شجرة وعم بتحركي جسمك وترقصي بهوى الفرح وترقصوا اثنيناتكم. إذا هيدي رسالة أو مسج لجنى ومحمد. حلو كتير. Thank you كارول. تاني تويت: That's the best dance. I hope you will stay to the final and you're the best couple. عم بقولها أحلى رقصة إن شاء الله بتبقوا لنهائيات وأنتو أفضل ثنائي. المغردين عم بيغردوا، الناخبين عم بيصوتوا والتصويت مثل ما عرفت متقارب جدا. ومثل ما بيقولوا المنافسة على المنخار. ها سامعة فيها جانا؟ ريتا صرت حاسة حالي بصف أدب عربي اليوم فاتحة على الأمثال. جنى ومحمد متكلين على تصويتكم. إذا حابين تشوفوا جنى بين الفاينلست ابعتوا يلا واحد هيك بتشوفوها وهي بتشوف حالها. وليكمل محمد المشوار للنهاية ابعتوا يلا 13 وما تتأخروا أبداً. التصويت من خلال SMS من لبنان على رقم 1068 ومن مصر على 94-71. جنى ومحمد مهمتكم بالنصف نهائي انتهت. صار فيكم تتنفسوا وترتاحوا. Thank you. الجمهور كمان ناطر يسمع يارا بخلال هالسهرة الاحتفالية بعد جنى ومحمد ميلندا وبيير بحالة تأهب واستنفار بالكواليس. سوا منشوف التمارين وكيف كان الغرام والانسجام. Hello. Hi. Hi, Pia. Hi, Melinda. Welcome to Broadway. What's happening? Where are the mirrors? شفنا عسالي أنا وبيير، شفنا إيفانا عم تظبط شغلات وإذ المرايا مسكرين. أنا حدا معود دايما يطلع على المراية، ظبط شعراتي، صلح الستبس، بس هالمرة ما كان عندي غير ميلندا أطلع فيها. Normal mirrors, normal looking. You need to feel all the lines. كيف بدك تظبط شعرك؟ This romantic routine requires a lot of technique and as well a lot of feeling towards each other. He's a French guy in Paris. She is a tourist admiring all the scenery and then suddenly she sees Pierre and she falls in love with him. Je me balade sur l'avenue, le cœur ouvert à l'infini.
هلا رح نرجيها جمال باريس وحب كثير لإلي. شوف بس معنا لي جمال باغي حبيتني من اول نظره. الرقصه هي كلها كثير رومانسيه وفيها كثير مشاعر وحب وباجواء فرنسا والمطر والهي. رح اعطي فيها كل الحب. بدنا مرايه هيك صعب. كثير صعب ما في مرايه. I want you to connect. It's all about the connection for me this week. Look at her. You're looking at her, but you're not seeing her. It's a semi-final, so they really need to be step up in their game if they want to reach the final. I think they can do it. They both are technically really, really strong, but I really want them to work on that connection more. We're good. Oh happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Melinda. Happy birthday to you. هيدا أول عيد ميلاد لإلي بعيدة عن أهلي. للحظة حسيت إنه ولا حدا رح يتذكرني إلا أهلي يعني. مبسوطة كثير إنه جايب تذكرني عن جد. هلا أنا حرقصتها كل النهار، حسست إنه أنا ناسي عيدها. بس باخر تمرينات قررت انه فوت عندها بالكيك واحتفل لها وغني لها. To a new partnership. Happy birthday. Happy birthday! يا قلبي. هالرقصة عن جد كثير مهمة، بدي اياها تكون التيكت تبعي للفاينل، لأنه اشتغلنا كثير على الكيمستري بيني وبين ميلاندا، عملنا كل شيء مستحيل. من بيقولوا رقصة العمر، فنحن رح نحط إكس على رقصة العمر، فهي رح نسميها رقصة النهائيات. Off you go, I think you're ready. أوكي. لحظات وبيبدا الشتاء الخفيف على الشانزليزيه. بعد الهيب هوب رح يكونوا برقصه برودواي ميلاندا الماروكي وبيير خضرا. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I? فورميدابل يا ميلاندا وبيير. وشكر كبير لإيفانا إيفانا أوستروفسكي. It's always meaningful and enjoyable with you. Thank you. وبتوجه لأعضاء لجنة التحكيم وبذكر إنه الليلة ما عندهم سلطة قرار، إنما رأيهم له أهميته الكبيرة والمقدرة من قبل الجميع. بيير جيلين. ميلاندا. As usual, you were focused, you were in the zone. Pierre, wonderful partnering. The lifts and couple dancing were at a very, very high standard. Very romantic, very light and fluffy, and
very enjoyable. Thank you. إذن عم بيقول لك ميلاندا كنت ملكتيا، بيير كنت شريك ممتاز مثل العادة، وحملاتكم ورقصاتكم كانوا على درجة عالية من الخفة والرومانسية ومسلية كمان، انبسط فيها كثير. أليسار، قد ما قلنا لكم هذيك الأسبوع إنه ما نكون متواصلين، هالأسبوع فرجيتونا العكس، عوضوها هالأسبوع، عوضتوها، تعقدوا مع بعضكم. بيير، I just watched your face، لحقتك، كثير حسيتك فرحان أنت عم ترقص اليوم، مبسوطت لك أنك فرحان، فكل وقت لاحق وجهك، بس إذا بتطلع شوي نزول كنت بحب تعطيني شوية مدى بحركتك، إنه البرودواي بده ثياتريكال ومدى، بس كنت ممتاز. ميلاندا، thank you for my flower. بعد شغلي، you are a diva. Diva. شال. إيه أنا سميتها ديفا، مزبوط. اليوم ميلاندا مثل ما قال شال، ما تواخذني بدي أقول لك إياها مرة، مثل ما قال شال، you're quoting you شال. are a diva. ميلاندا رومانسية وبيير الكلاسي، أنا عادة بلحق عطول ميلاندا، اليوم كنت كمان عم بلحق ميلاندا، بس بيير أنا اليوم كثير 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 حبيتك على الستيج عن جد. نضاف حركاتكم، الكونكشن كثير حلوة بيناتكم. ما بدي أنسى شيء أيدته، كان ناقص شوية شتي على الستيج هيك بباريس وكذا. بنحس بالشانزليزيه. إيه بس في شيء بنقوله لبيير. بيير أكيد عنده مستقبل روعة بالرقص، بس عنده شيء ثاني بيقدر يعمله، بحس صوته إذاعي. يعني مزبوط. صوته ديبلاج. بيير سمعنا شيء مثل خير. إيه مثلا. مثل خير شارل ماكريس. صوته إذاعي دوبلاج يعني مزبوط. عن جد مزبوط. عندك 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 أكثر من موهبة ومن موهبتين بيير، أنت شخص عن جد موهوب، أنا بهنيك. يعني عم تقول له إيه إنه ما زبطت معه بالرأس بيروح على الإذاعة؟ لا موهوب، أنا عم بقول هو موهوب أكيد بالفعل، وصوته إذاعي ودوبلاج، يعني إنه عم بدبلج مكسيكي. ماتيلدا ما ستفعلين؟ بيلبق له هذا الشيء عن جد. طيب بريك من المكسيكي وبنسمع نلي كريم. تفضلي نلي. انا عايزه اقول لميليندا يا حقيقي هنا لوحدها واهلها برا، بس احنا كلنا بنحبك وبنقول لك هابي بيرثدي. هابي بيرثدي، مظبوط. انا نسيت لك عبال 100 ميليندا. تو يو. هيدي هابي بيرثدي من الجمهور كله بالمسرح ومن لجنه التحكيم. ميليندا شكرا جميعا، بحبكم. حسيت بالعائلة الموجودة هون، ما كثير بعدتي. ما حدش عارف، يمكن السنة الجاية تحتفلي في فرنسا بمناسبة الرقصة بعيد ميلادك، وبيير ما يكون معاكي. لا هايلين، أنا مستمتعة بيكم من الأول يعني، فمش هقول كلام أزيد من كده. شكرا يا نلي. سمعنا آراء أعضاء اللجنة بالإنجليزي وبالعربي، وهلا بننتقل للغية المغردين وبقرا تغريدتين. أول تويت لميلاندا وبيير: It was great. You should be in the finals. بيير and ميلاندا كانت روعة. لازم توصلوا للنهائيات. شكرا كارن. تاني تويت: You both are very inspiring and unique dancers. You make me want to dance. يعني الواحد بيستوحي منكم، وانتم رائسين يعني فريدين من نوعكم، وبتخلونا نرقص عن جد. كل الحابين يودوا تغريدات للرقصين. العنوان هو قد يلا نرقص. ميلاندا وبيير رقص رقصنا. تويت سقرينا. وينكم عم شام تطلعوا؟ عندي هون أنا. ومعنويات أخذنا عالية. بيبقى ندعي المشاهدين اللي حبوا أدائك ميلاندا بالبرودواي وبدون يصوتوا لك وما عارفين كيف، يبعتوا كلمة يلا اثنين حتى ما توقفي بدائرة الخطر. واللي حابين ينتقل بيير للمنافسة على اللقب بالسهرة الأخيرة، بعتوا يلا 11. اللقب هدفه وهدف كل المشتركين. من سوريا بتقدروا تودوا SMS على 1678 سيرياتيل وعلى 1564 MTN. من لبنان على 1068. وبالإضافة للأرقام اللي ذكرتها، الأرقام الخاصة بكل البلدان موجودة على موقع MTV وموقع فوكس موفيز، وفيكم تصوتوا عبر الموبايل ابلكيشن. وقد ما انتم بتحبوا ميلاندا وبيير صوتوا لهم.
ميليندا وبيير صار فيكم تتفضلوا. Thank you. وgood luck. مغادرة على ستيل البرودواي. ومنختم هالجولة بعد البريك مع الكوبل الثالث والرقصة الثانية. وما بقي بالميدان إلا كارال وأنتوني. واللي بعرفه إنه تأثير هالكوبل أقوى من العاصفة ميشا أو نانسي. أنتوا أقوى. وكمان انتظروا بعد الإعلان ضيفتنا النجمة يارا بلفت التكريم للأسطورة الشحرورة صبا. لمتابعة سهرة النصف النهائي من So You Think You Can Dance. يلا نرقص. وبالنصف النهائي ما في نص على نص، في قمة بالأداء، قمة بالإبهار، وسبق محموم بالتصويت. والليلة تصويتكم وحده بيحسم هوية الرقصين الأربعة اللي بينتقلوا للسهرة النهائية. أرقام المشتركين الستة صاروا أمامكم على الشاشة. وللتصويت في أكثر من وسيلة، عبر الأسماس من لبنان على 1068، من مصر على 94-71. أما الأرقام الخاصة بكل الدول بتلاقوها كمان على موقع الMTV وموقع قناة النهار، بالإضافة للتصويت عبر الموبايل أبليكيشن. صوتوا بكثافة، عبروا عن رأيكم وساهموا بعملية ديمقراطية بتوصل شاب أو صبية عربية للقب فن كبير، لقب أفضل رائص بالعالم العربي وجائزة مالية قيمتها $100,000. كارال وأنتوني مرشحين بقوة للنهائيات، ورقصتهم بدها كتير قوة. Hi guys. Hello, Jens. Welcome to the second dance you have this week. Contemporaries, I don't think it's the comfort zone for any of them. This is going to be your last dance in the semi-final. These are going to be your final votes. رقص المعاصر هو بالإجمال صعب. كيف إذا هلا وصلنا للنصف نهائيات فأكيد عم بيصعب ويصعب أكثر. You're going to learn not to be cute on stage, not to just rely on charm. You have to get into the acting of dancing. It's a choreography about what happens when sadness takes over and Anthony battling with sorrow. تطلب كتير قوة تنقدر نفوت بالجو. بدنا نكون اثنيناتنا كتير tough وقوية وقاسيين. It's gonna be a big challenge for them. You have much more work. It needs to come much harder. It needs to come relentless, no compromise. هنتحدى حالنا كتير تنقدم هالقوة كلها ونفرجي ونبرهن للعالم انه نحن منستحق نكون بالفاينلز. اي نهائيات على البيت وانجأ بده تحدي ماكسيموم كبير وشغل بعد ما اشتغلناه من اول ما بلشنا لهلا. We are in a competition, it is a battle. هيدي الرقصة حتقرر إذا بنكفي أنا وكارال على الفينال أو بينتهي مشوارنا. It's up to them to prove if they can play in the big league. Semi-finals to the finals. Yes, hopefully. Okay. But if you stay cute, it's not gonna happen. Okay. رغم صعوبة هيدي الرقصة بدي إياها تكون الأمل إنه توصلنا للنهائيات. رح نسارع بكل قوتنا لتوصلنا للفاينلز. صراع قوة وأساوي بآخر رقصة، وهي رقصة كونتمبرري بتجمع اثنين من أبرع رائسي لبنان والعالم العربي، كارال ورديني وأنتوني نخلي. Goes.
black with flowers and my love hope never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. يعني كاريل لوحدة بتعمل عاصفة. كاريل وأنتوني أعصار. يعطيكم العافية. برافو يا كاريل وأنتوني. وتحية كبيرة ليانس بياغو. يانس, you never cease to renew yourself and your choreographies. Thank you, يانس. ممكن هالجمهور الكبير يشكل ضغط على لجنة التحكيم لمحصنة ضد كل التدخلات. لكن مش بهالمرحلة اللي الجمهور وحده بيخلص بيستبعد بيقرر وبيحسم من خلال التصويت. بيبقى نعرف شو تقييم اللجنة للرقصة الأخيرة. أليسار, كارل وأنتوني, مثل ما الرائش لازم يصير واحد مع الموسيقى لازم يصير واحد مع التيابو. اليوم حسيت الكوستيوم ملبككم. وقت يكون معنا قماشي مثل ما كانت ما عم ترقصوا فيها لازم الحركة تعيش القماشي لتصيروا متكاملين. حسيتكم شوي ملبكين بالتياب, حسيتكم شوي ملبكين بالحركة. ما وصلني السحر أنتوني وكارالا المعودة عليه, بس تعرفوا تنيناتكم محبتي فيكم وثقتي فيكم وبموهبتكم. فلا غض النظر. شكرا أليسا عشال. مثل ما طلب منكم يانس أنه تمثلوا أكثر ما ترقصوا, تعيشوا الميوزيك, تكونوا أجريسيف, تكونوا بتشالنج. هلا أنا بالنسبة لإلي كمان ما وصلتني الرقصة, هل هي صراع بين الخير والشر أو بين الخطية مع الإنسان؟ ما وصلتني ككوريغرافي, بحكي عن حالي شخصيا. بس كمان رأيي فيكم تعرفوا, ومثل ما قالت أليسار, رأيي فيكم ديفرنت عن اللي شفته هلا بالقماش. ما قدرت افهم صراحة. شكرا شال. نلي, انا الحقيقة اتفق مع أليسار وتشارلز. يعني انا الكوريوغرافي بالعكس عاجبني جدا وهو حقيقي حلو, بس يمكن كان محتاج شوية يعني تمرينات اكتر مع الحركة بتاعت الكمام والكوستيوم يعني. فيمكن دي, بس اكيد عندنا ثقه فيكم وان شاء الله توصلوا للفينال. انا متاكد ان شاء الله. شكرا لي بيير. Certainly this routine was very challenging for you. You had interesting choreography and very interesting costumes. You looked busy at times, but you related so well with each other. In fact, with the music, I liked it very much because it took me back all my years ago. So I like that. Tonight it's good. All about the old days. I know. إذا عم يقول أغنية ذكرته بالأيام الحلوة القديمة, قال إنه لقى الرقصة حلوة والتياب حلوين, بس حسكم بمحلات شوي ملبكين, ولكن كان في تواصل كتير حلو بيناتكم بمحلات كتيرة. Thank you, sir. Thank you. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على كل ملاحظاتهم المهمة لكاريل وأنتوني وزملائهم. واللي حب هالرقصة أو غيرها من الرقصات أو حابب يشوف حلقات سابقة يفتح اليوتيوب ويطلب طلباته أوامر. كاريل وأنتوني ناطريني هلأ أقرأ شو كتبوا لهم على تويتر. أول تويت لكاريل وأنتوني بيقول stunning performance, you're truly Terminator and Superwoman, love the dance. خلص هيدا لقب, صار لقبكم الجديد, ما بقى في كوكو وطانسة. بقى عم بيقول انه اداء رائع وعن جد انتو Terminator و Superwoman, كتير حب الرقصة. تاني تويت
You proved that dance is a conversation between body and soul. I'm so proud of you. حلو كتير هالتويت عم بقول إنه أثبتوا إنه الرقص هو حوار بين الجسد والروح. نحن كتير فخورين فيكن. وإذا حبيتوا أداء كارال أو أنتوني أو الاثنين سوا وبدكن ينتقلوا للنهائيات بعتوا يلا ستة لكارال حتى تشوفوها على المسرح بالسهرة النهائية. وبعتوا يلا 15 لأنتوني حتى يبرد قلبه وما يقرب على منطقة الخطر. فيكن تودوا رسالة قصيرة SMS من لبنان على 10-68. كارال وأنتوني بتمنى لكم ألاف مؤلفة من الأصوات. يعطيكم العافية. Good luck. مشاهدينا الوقت المخصص للتصويت الأول قرب ينتهي وبنتيجته أربع رقصين بيوقفوا بدائرة الخطر بانتظار بدء الدورة الثانية من التصويت من نقطة الصفر. وبهالوقت نسترجع لقطات بتذكركن بمرور المشتركين الثاني على المسرح. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. I see a line of cars and they're all painted black. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You are the one, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. I wanna see your face, painted in black, black as night, black as gold. I wanna see the sun, blotted out from the sky. I wanna see your face, painted black, yeah. ما ياخذ الموبايل ويصوت قبل ما يفوت القطار. والرقص الاحترافي بده رائص محترف بيهتم بلياقته وصحته وغذائه. ومن اول دخول الراقصين للبرنامج في مؤسسه اخذت على عاتقها موضوع تامين الوجبات الصحيه اليوميه اللي بيحتاجها كل رائص. والتفاصيل بهالريبورت. يلا نيكو. اليوم جينا على دايت ديلايت يهتموا باكلنا. هاي بونجور. هلا يا هاي. نحن عم نهتم بصحه واكل المشتركين. هلا وصلتوا للمرحله نص نهائيه. I'm proud of you all. يعني كم ساعه عم تتمرنوا هلا النهارده؟ 8 ل 12 ساعه. عم توصل ل 12. يعني اكيد هلا بدنا نغير بنظامكم الغذائي. ايه كترو كراتين وكرتون. الدانسرز عندهم ساعات مكثفة من التمارين اليومية، بالتالي لهم نظام غذائي كتير محدد. الدانسر بيبقى محتاجين أكتر فواكه
بيبقى محتاجين بيتزا وبرجرز وهيك اشياء. ده مش دانسر ابدا، اوعى تسمع كلامها ابدا. انا ما بعرف شو عم ببعث لكم، بس انا بهمني اذا في شيء عادات سيئه عم تعملوها. عندك وحده اكيله بالليل؟ شوكولا. شوكولا شوكولا شوكولا. بدك تنتبهي لانه ما بدنا نكون واصلين للفاينلز ويكون بعد الفات عم بيعلى اكثر من هيك. اوكي. وصلنا هلا لهيدي المرحله النصف نهائيه، فما بقى فينا نستلشئ بالاكل تبعنا. نحن بالداي ديلايتس اكيد عم نراقبهم عن كثب، واي عادات سيئه عم نجرب قد ما فينا نغير لهم اياها. كثير مهم انه في عالم بروفيشنال عم يتابعونا بالغذاء وبالاكل، شو لازم ناكل، شو جسمنا بيتطلب اصلا از دانسرز. نصيحه اخيره لهم، اذا بدهم يحافظوا على اداء عالي كثير بالمنافسه، المفروض يتأيدوا قد ما فيهم بالوجبات الصحيه يلي نحن عم نأمن لهم اياها، لان هول الوجبات معمولين خصوصي لهم كرياضيه كرمال يعطوا افضل اداء واكثر طاقه بيقدروا يعطوها على المسرح. سهرية نصف نهائي So You Think You Can Dance، يلا نرقص، صارت على اخر، الرقص توقف والتصويت لجنى، محمد، ميلاندا، بيير، كاريل وأنتوني مكمل. بشكر ضيفتنا النجمة اللبنانية يارا اللي غنت مع صباح واحدة من أجمل أغاني الشحيرة بخلال مسيرة 70 سنة من الفن والحب والنجومية. مشاهدينا، سهرة النصف نهائي وصلت لنهايتها السعيدة للبعض وغير السعيدة للبعض الآخر. أمامكم دقائق قليلة لتجنيب الرقصين المفضلين عندكم الوقوف بدائرة الخطر الشديد. كسفوا تصويتكم وما تضيعوا ولا ثانية، وبعد البريك منعلن عن نتيجة التصويت الأول ومنسمع يارا بأغنية جديدة. خليكن معنا ومع So You Think You Can Dance، يلا نرقص. قبل ما نوصل للخطر عندي خبر. ابتداء من الليلة ومباشرة بعد السهرة بيبدأ التصويت للفاينلست الأربعة، لكن هالمرة صوت واحد من موبايل واحد، وهيدي بتشبه one man one vote حتى يكون التصويت عادل وشفاف للفاينلست. وهلأ وصلنا لمرحلة الخطر. التصويت الأول توقف نهائياً وما بقي إلا تسمية الرقصين الأربعة اللي ما أسعفهم تصويت الجمهور، والإسمين اللي احتلوا المرتبة الأولى من جهة الشباب ومن جهة الصبايا: جنى، ميلاندا، كاريل، بيير، محمد وأنتوني، هن نجوم النصف نهائي. أول صبية بقول اسمها هي وحدة من ثلاثة ورح تخضع حتماً للإرادة الشعبية. أول صبية وضع الجمهور بالموقف الأصعب بحياتها بعد شهرين من التحديات والنجاحات. أول صبية هي ميلاندا، وبيبقى معنا جنى وكاريل. كل صبية منهم عندها نقاط قوة وعندها جمهور بكل العالم العربي، لكن وحدة منهم رح تكون بمنطقة الأمان وبتضمن البطاقة الأولى للسهرة النهائية. لمين أعطى الجمهور الأفضلية؟ لجنى أو لكاريل؟ مين الصبية اللي رح تنتقل للنهائيات وممكن تخطف اللقب وتفوز بالجائزة المالية؟ صبية اللي خلصها الجمهور قبل أسبوع من السهرة النهائية وبتحصل على أول بطاقة بالنهائيات هي جنى. مبروك جنى، انت وصلت للتوب 4 وللنهائيات.
وبتبقى كاريل بالعناية الفايقة بانتظار التصويت الثاني. مبروك يا جنى، بطلب منك تغادري المسرح ومنرجع منشوفك بالفاينلز. تفضلي جنى. ننتقل للراقصين الشباب. شاب من ثلاثة أخذ أعلى نسبة من تصويت الشباب، مين هو؟ بيير، محمد أو أنتوني؟ مين بين الثلاثة بيحصل على تاني بطاقة تأهل للنهائيات وبينافس على لقب أفضل رائس بالعالم العربي وممكن يفوز 100,000 دولار؟ أول شاب حطوا الجمهور ضمن المنطقة الخطيرة وما رح يشفع فيه إلا التصويت الثاني، هو من أفضل الرقصين اللي مرقوا على هالمسرح بشهادة النقاد وأعضاء لجنة التحكيم، ووصوله لهالمرحلة مش صدفة. أول شاب خزل التصويت هو بيير، وبيبقى معنا محمد وأنتوني على أعصابهم، ما بحسدهم أبداً على هالموقف. واحد منهم رح ينضم لزميلته وواحد بينطر نتيجة التصويت الثاني. الشاب الثاني يا محمد يا أنتوني، ما بعرف كيف رح أقول الاسم، عن جد ما حدا بيتمنى لا يكون محلي ولا يكون محلون. تاني اسم محمد، انت بتنتقي للنهائيات وبتحجز التيكت التاني وما حدا بيشتكي. والرئيس الرابع والاخير اللي ما حالفوا الحظ بالحصول على نسبة كبيرة من الاصوات اذن هو أنتوني، ويمكن تنقش معك بالتصويت التاني. وفي هلأ من هلأ قول إنه الرقصين الاثنين أنتوني وبيير ضمنوا الدخول للنهائيات. تفضل محمد انضم لجنى، ولا المرة الثانية بالبرنامج منلجأ للتصويت الثاني لتحديد هوية الرقصين الاثنين اللي بيكملوا عدد الفاينالست وبينتقلوا الأسبوع المقبل للمواجهة الأخيرة. الموقف صعب، وبالنهاية هيدي مسابقة فيها رابح واحد، لقب واحد وجائزة مالية واحدة قيمتها 100,000 دولار. وبخبركن انه بهاللحظة بالذات اتصفر العداد وبدأ التصويت من جديد، وانتم مشاهدينا بإيدكن تعطوا 2 من 4 فرصة العمر. اذا بدكن ميليندا تنتقي للنهائي، صوتوا لها. ورقمك ميليندا هو 2. يلا 2 لميليندا. واللي بده كاريل تنافس على اللقب يصوتوا لها على يلا 6. وبالنسبة للشباب بيير رقمك 11. يلا 11 لبيير، بتحبوا يكون أفضل رائس صوتوا له بقوة. وإذا كنتوا من مناصري أنتوني بذكركم برقمه وهو يلا 15، وناطر دعمكم هلا مش بكرة. وبالوقت اللي عم بتكسفوا تصويتكم لميليندا، كاريل، بيير وأنتوني، نتذكر كيف كان أدائهم بسهرة النصف نهائي. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable.
black. I'm turning up the fire when you speak. Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to wrap it. I go. I'll find a way to wrap it. I go. You are the one, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. يمكن ما قلت لك انت حبيبي لكن قدمت لك حياتي يا حبيبي. يمكن ما قلت لك انك التشويق والأدرينالين وصلوا لأعلى مستوى، والتصويت اللي انطلق قبل دقائق محصور بأربعة، وهن كاريل وميليندا من جهة الصبايا، وبيير وأنتوني من جهة الشباب، وأنتوا القاعدين أمام شاشات الـ MTV وفوكس موفيز والنهار، عليكم مسؤولية إيصال اثنين منهم للتحديات الأخيرة بالسهرة النهائية، سهرة 7 ديسمبر. والسهرة الليلة ما بتنتهي قبل ما تكتمل الصورة وقبل ما نسمع النجمة اللبنانية يارا بأغنية آه منك يا هوا.
حضورك حلو وأغنيتك روعة. بعد الغناء الجميل الكل عم بيسأل عن اسم الشاب والصبية اللي رح يكونوا بسهرة النهائي من So You Think You Can Dance. يلا نرقص إلى جانب جنى ومحمد الرقصين الأربعة على نار، وهن ميلاندا، كاريل، بيير وأنتوني. ما تسألوا كتير مين بيناتهم رح يكون بالنهائي، صوتوا حتى تخلصوا اثنين منهم. والتصويت بيكون يا من خلال ارسال اس ام اس بتتضمن كلمه يلا مع رقم كل مشترك، يا عبر موبايل ابلكيشن يلا نرقص. استفيدوا من الدقائق الاخيره للتصويت الثاني اللي بيتوقف مباشره بعد المحطه الاعلانيه. فمين رح يوصل للمحطه الاخيره ومين رح ينتهي مشواره بعد شوي؟ تابعونا باخر قسم من نصف نهائي So You Think You Can Dance. يلا نرقص. وصلنا للاسم الاخير من النصف نهائي، اللي قلبه ضعيف وما بيتحمل يغمض عيونه ويسكر دينيه ويصلي يكون رهانه بمحله وتصويته كمان. مين الشاب ومين الصبية اللي رح يكونوا بنهائيات So You Think You Can Dance؟ يلا نرقص. نتيجة التصويت الثاني صدرت قبل ثواني، الجمهور قال كلمته وأنا حابة أخذ كلمة من اللي رافقوا الراقصين وتفاعلوا معهم، فرحوا لنجاحهم ودمعوا لزعلهم. وببدأ مع نلي كريم. نلي، شو عبالك تقولي كلمة أخيرة لميلاندا وكاريل؟ أول حاجة كاريل، أنا حقيقي مش متخيلة البرنامج من غيرك كان حيكون عامل إزاي. كل مرة كنت بتطلعي على المسرح كنت بتعملي انفجار، والانفجار ده حقيقي لحد دلوقتي موجود. وأنا كل رقصة عملتيها فاكراها، كل مرة كنت بتطلعي على المسرح حقيقي كنت بتسيبي عندي بهجة وابتسامة وإحساس إن أنا عايزة أرقص، فبشكرك. ميليندا، دايما بيقولوا عليكي ديبة بس أنا كنت شايفاكي من ناحية تانية. أنا لو قالوا لي أقول عليكي إيه، أقول إنك أنتي ميليندا إن واندرلاند، زي أليس إن واندرلاند. كل مرة بترقصي بتورلنا عالم جديد من الرقص، بتعيشينا القصة اللي انت بترقصيها بإحساسك العالي بموهبتك، وبالتأكيد انت مكانك مش هنا النهاردة، المفروض مكانك يكون في الفاينلز. ده رأيي واتمنى ده ان شاء الله. شكرا يا نالي. بيير،
I'll start off with Melinda. Melinda, as I said last week, you are a good all-around dancer. You bring acting, passion, and so much emotion with your dancing. So no matter what happens tonight, my heart is with you. I wish you the very best. And for you, Karel, all you have to do is just stand on the stage. You are beautiful, you're a good dancer, you have looks and charisma. So believe in yourself and go for it. Thank you. Thank you, Pierre. Alisar? ميلاندا، إذا حدا بيسألني مين ميلاندا، بسكر عيوني وبتذكر رقصة الكونتمبوري اللي أديتيها لابسة أبيض مع أحمد. إحساسك، التكنيك، حضورك وكلك على المسرح بتاخذي العقل، بزعل شوفك واقفة هون، ما بتمنى تكوني واقفة أبداً هون، بلاقيكي متكاملة. من أول ما بلش البرنامج أنا عطيتك كارت بلانش للنهائية. I give it to you. Karel, لغني لك غنية from Alicia Keys. This girl is on fire. She's walking on fire. I can't sing, but I can dance, but I'm you gonna can try. Sing, Alisa, you can. وقادرين نحس قديه محمسة كمان. Karel. وجودك بهالبرنامج كان أساسي، أعطيتي روح لهالبرنامج. لمعتي من جمعة لجمعة، من أسبوع لأسبوع I saw Karel، وفرجيتي أنه إذا الإنسان عنده إحساس وعنده حضور بيقدر يغطي على كثير أشياء. You are and never forget Superwoman. Thank you Alisar. شان؟ هي شو حلو، هيك فريش، حسيت حالي بالعزلة أنه أنا مقصر كثير. كارال انت الكاريكو تبع الستيج. بالنسبه لالي انت الضحكه، انت الكاريزما، انت الانرجي تبع الستيج، وانت سرائه العيون. يعني ما فيك تكوني عم ترقصي غير ما الكل يكون عم يطلع عليك. يو ار ذا سبوت لايت. جود لاك كارال. ميلاندا مش وندرلاند، انت ديفا بوقفتك. وقفتك ديفا، راسك ديفا، احساسك ديفا. كمان انا بتمنى لك تكوني بالفاينل. انت مستواكي كثير عالي، وحبيت صدقك بالرقص، وشفت قد ايه بتحترمي خشبه المسرح اللي انت واقفه عليها. قد ايه عندك احترام لهالخشبه اللي واقفه عليها. كمان بتمنى لك من قلبي. شكرا شارل. بشكر اعضاء اللجنه جميعا لدعمهم وتشجيعهم وتقديرهم لموهبه الراقصين، ومنهم ميلاندا وكاريل اللي عم بيعيشوا لحظات صعبه. بين ميلاندا وكاريل مين رح نشوف بالاسبوع الاخير؟ لمين اعطى الجمهور الافضليه بتصويته الثاني؟ مين حب يشوف بالفاينلز؟ مين اللي رح تحصل على البطاقه الثالثه؟ ومين رح تفل من So You Think You Can Dance قبل سبعة أيام من السهرة الاحتفالية؟ نتيجة تصويتكن بتقول إنه كاريل هي اللي رح تبقى معنا، ومنشوفها لآخر مرة بفاينل النسخة العربية من So You Think You Can Dance. مبروك يا كاريل، ألف مبروك. صار فيك تاخذي نفس عميق وتنضمي لجنى ومحمد، وصلتي للنهائيات كاريل وللتوب فور. فيك تنضمي لجنى ومحمد، مبروك كاريل. كمان مرة برجع للجنة التحكيم اللي وقفت لجانب كل الراقصين، وجهتهم وشاركتهم فرح النجاح وقساوة الخيبة. بعد نتيجة الصبايا مننتقل للشباب. بيير وأنتوني اللي وصلوا بإبداعهم وموهبتهم للنصف نهائي، وواحد منهم بيغادرنا الليلة، واحد بيبقى وبينافس بقوة على اللقب. وقبل النتيجة
نالي كريم، شو بتقولي لبيير وأنتوني باختصار؟ بيير، وقفتك على المسرح النهاردة ده دليل انك انت تستاهل تكون في السيمي فاينل، وتستاهل كمان تكون في الفاينل. انت كسبت خبرة اي راقص يتمناها. بأدائك انت متعتنا حقيقي، كل مرة كنت بتضيف للرقصة اللي انت بتعملها. وانا متأكدة ان So Think You Can Dance دي البداية بس، قدامك مستقبل كبير. أنتوني، انت رائع، انت من الناس اللي تستاهل تكون في الفاينل. انت موهوب، وحقيقة على مدار الرحلة كلها، نسميها رحلة، كنا بنسافر معاك، كنا بنشوفك برقصات مختلفة في حاجات مختلفة، وكل مرة كنت بتثبت انك انت الأقوى والأحسن. أتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا نالي. بيير، بدي أطلب منكم بيير أليسار وشال بس نختصر لأنه دهمنا الوقت. تفضل بيير. Okay, I will start with Pierre. You are a strong and caring partner. You are a strong and caring partner, and you've proved to be an all-around dancer. This is not the end, but the beginning for you for something you love to do. And well done, and good luck to you. Anthony, first and foremost, you are a dancer. Every ounce of your body dances. So for me to tell you, keep on dancing. This is going to be your life. This is it for you. So my best wishes in your dancing life. Thank you, Pierre Alisar. I love you, I love you, I love you, I love you. دلكن عم ترقصوا لأنه dance is gonna make you bigger than life. بتمنى لكم اثنيناتكم التوفيق. شكرا أليسار شان. أنتوني وبيير، أنتوا اثنيناتكم بتعقدوا بقراب للقلب وكثير موهوبين، وأنا بحبكم من قلبي وبتمنى نشوفكم بالفينال. Good luck. شكرا شارل. لجنة التحكيم، حتى لو كانت الليلة خارج سلطة القرار فكلمتها بتبقى كلمة، وشهادة تقدير غالية بالنسبة لبيير وأنتوني. وهيدي الليلة رح تكون الأخيرة على هالمسرح لبيير أو لأنتوني. الجمهور قال كلمته النهائية، مين فضل على مين ولمين أعطى بطاقة التأهل الرابعة للنهائي، لمين الجود لك ولمين الهارد لك. بقول good luck ل بيير خضرة. بيير نجحت بالتصويت الثاني، ومنشوفك الأسبوع المقبل بين الرقصين الأربعة بسهرة ما إلى مثيل، وفيك تنضم لزملائك كارال محمد وجنى، فيك تنضم لإلهم. أنتوني خليك حديت مشواركم يا أنتوني وميلندا انتهى بالبرنامج، بس مشوار النجاح ما في شيء بيوقفه. كلمة أخيرة لإليك يا ميلندا. بتشكر بلدي سوريا اللي تعلمت فيها الرقص. كان إلي شرف كبير إني وقفت قدام اللجنة واشتغلت مع أحلى المصممين، أخذت منه خبرة عالية كتير. Good luck لرفقاتي أربع راقصين بالوطن العربي. وشكرا لاهلي ولرفقاتي اللي دائما دعموني ولبلدي ومنطقتي القامشلي بالتحديد. كثير انبسطنا فيك، ما بعرف شو بدي اقول لك. وانا كثير انبسطت معكم كثير كثير، واخذت خبره كثير كبيره من البروجرام وخلتني اكون واثقه بحالي اكثر وقت. شكرا يا ميلندا، وكلمه اخيره لانتوني. ثانك يو وجود لك للكل. ثانك يو لك يا انتوني. سهره النصف النهائي انتهت، لكن تصويت بينطلق من جديد للتوب فور. وبرجع بذكر انه التصويت هالمره مختلف، صوت واحد من موبايل واحد، لمزيد من الشفافيه والعداله والفرص المتساويه للرقصين الاربعه اللي رح يتنافسوا على لقب افضل رائص بالعالم العربي، وهن محمد، جنى، كاريل وبيير. واحد منهم بياخذ اللقب بايد وشيك ب 100,000 دولار بالايد الثانيه. صوتكم مهم، وانتم وحدكم اصحاب القرار الاول والاخير بتحديد هويه الفايز. ما توقفوا التصويت وما تترددوا بارسال كلمه يلا مع رقم الرائص المفضل ب So You Think You Can Dance. يلا نرقص. وموعدنا بجدد الاحد المقبل بسهره ختاميه نستضيف فيها سوبر ستار راغب علامه. بتمنى لكم احلام سعيده، تصبحوا على الف خير. باي باي.